تحية حب وتقدير للجميع غادي نتكلموا على الموضوع ديال الغلاء الاسعار خلينا من القضيه ديال الوقود لانه دي كيتقال لنا بانه يخضع لتقلبات السوق الدوليه ولكن اجي نتكلموا على داكشي اللي عندنا في البلاد اجي نتكلموا على الدجاج اجي نتكلموا على الخضار اجي نتكلموا على الفواكه علاش هذا الغلاء الا طرحتي السؤال على المسؤولين كيقول لك اودي المسألة مسألة مضاربة آه كاين المضاربة في هذا المجال مزيان إلى سولتي السي أحمد رضا الشامي كيقول لك أودي المضاربة هي اللي دايرة هذا الشيء وكيخصنا نحاربوها أحمد رضا الشامي هو رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كيعطي تصريح وكيقول لك أودي المضاربة شكون هما شنو هي المضاربة شكون هما المضاربين نقدروا نقولوا هما الشناقة اللي كيمشيو عند الفلاح كيشريو من عنده المنتوج ديالو مثلا ديال المطيشه ولا ديال البطاطا ولا ديال القرعه ولا اللي بغيتو وكيجيبوها كيشارجوها في الكاميونات وكيجيبوها الاسواق ديال الخضار بالجمله وكيبيعوها للناس اللي عاود غادي يبيعوها للخضاره اللي غادي يوصلوها ليكم كيقول لنا هذا المجلس انه هاد المضاربين هما اللي كيساهموا في غلاء الاسعار على اعتبار انهم كيشريو هاد البضاعه بواحد الثمن قليل من عند الفلاح راه ملي تشوفوا الغلاء عندك يسحب لكم راه الفلاح هو اللي باع هذيك الخضره غاليه الفلاح مسكين راه في بعض الاحيان كيكون خاسر حيت الا ما باعش البضاعه ديالو غادا تبقى في راسو تخسر له فكيجي هذاك المضارب هذاك الوسيط كيشريها منه بالثمن اللي بغا خصوصا لكان كان في شي منطقه بعيده كتلقى هاد المضاربين هما اللي كيفرضوا الثمن على الفلاح لحقاش الفلاح لما باعش ليهم بقاتلو تما كيجي المجلس كيقول لك اودي راه المضاربه هي اللي رافعه الاثمنه مزيان كيجيو المسؤولين الحكوميين كيقول لك راه المضاربه هي اللي رافعه الاثمنه عاوتاني آه مزيان ايوا وشكون اللي غادي يحارب هذه المضاربه شكون حنا المواطنين نخرجوا ونمشيو عند هاد الشناقه وشنو نشنقوا عليهم نقول لهم ما تبقاوش ديروا المضاربه اذا كانت الحكومه هي اللي كتعطينا الداء شنو منين غادي يجينا الدواء غنتسناو شي منظمه شي دوله اخرى تجي تحاربنا هاد المضاربين اللي كيغليو الاسعار على المواطنين اللي كيهدوا السلم الاجتماعي اذا شكون اللي غادي يوقف هاد المضاربين عند, حق... عند عند حدهم باش حنا ناخذوا حقنا شكون شكون اللي غادي يحاربهم الا ما كانت الاجراءات الحكوميه المستعجلة في هذا الباب باش نحافظوا على القدرة الشرائية ديال هذا المواطن المغلوب على أمره باش نحافظوا على السلم الاجتماعي شكون إلا بغيتوا تعرفوا هاد المضاربين شنو كيديروا لنا واحدة من الجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع المستهلكين كتقول لنا باللي هاد المضاربين كيستعملوا مخازن سرية واسطرها معايا على سرية زعما ما بيناش كيستعملوا مخازن سرية بنسبة 90% في المئة كتخزن فيها البضائع على اختلاف أنواع هاد البضائع بما فيها بعض الفواكه وبعض الخضار اللي كيمكن تخزينها لواحد المدة معينة باش تغلى في السوق وعاد كيخرجوا من هذيك المخازن أه؟ السرية وكيديوها للسوق هذه المخازن السرية فين جات في السماء تحت الأرض وحنا كنعرفوا باللي السلطات كتعرفك إلى بغات شنو تغديتي وشنو تعشيتي كيفاش ما بينهاش ليها هاد المخازن اللي كتخزن فيها البضائع اللي كتخزن فيها المواد الغذائيه ديال المواطن البسيط باش يجينا هذاك الوسيط يبيع لنا باش بغا هاد الوسطاء هاد المضاربين متفقين مع بعضياتهم كيمشيو للمناطق الفلاحيه البعيده كيقول ليه شتي واحد الفلاح راه داير مطيشه راه طالب كذا وكذا في الثمن اعطيه كذا وكذا ولا ما بغاش خليه له في عنقه كيتفقوا مع بعضياتهم وكيطيحوا السوق على الفلاح كيجي الاول مثلا غادي نقول اي حاجه الفلاح مثلا باغي يبيع المطيشه بدرهم الكيلو من الحقل من البحيره لا راه ما كتوصلش الثمن في بعض الاحيان بعض الاحيان كتفوتو كيعطيه كي هو كيقول له لا لا ما مسلكاناش باقي تابعه الترونسبور والخدامه اللي غادي يجنيوها وشحال ديال الصداع وتقدر تخسر ليا في يدي غنعطيك 16 ريال الفلاح كيقول له 16 ريال راني خاسر ما كيبغيش يبيعها له كيجي الاخر كيعطيه 14 ريال كيجي واحد اخر كيدخل كي كيقول له لا لا المطيشه عيانه باش كيولي من بعد كيقلب بالريق الناشف على هذاك مول 16 ريال اللي من بعد غادي يجيب الخدامه غادي يجنيها غادي يشارجيها في الكاميو في الصنادق وغادي يديها في السوق وغادي يبيعها ب 4 دراهم ولا ب 5 دراهم لهداك اللي غادي يسقطها باش غيجيبها غي لك انت توصل لك لحومتك ب 7 دراهم ب 8 ب 9 ب 10 على حسب بشحال شراها هذاك الخضار شكون اللي واكل العصا في هذه العمليه كلها واكلها الفلاح وواكلها المستهلك هاد المستهلك شنو الدور اللي يقدر يقوم به في انتظار ان الجهات المسؤوله الجهات الحكوميه المسؤوليه تقوم بالدور ديالها تحاربنا ما يسمى بالمخازن السرية اللي هي ما سرياش علانية ولكن خص اللي نوض يجي يشوف شنو كاين في هذيك المخازن ويشد ديك السلعة ويشد مول هذاك المخزن وفي انتظار ان الجهات الحكومية تحارب هاد المضاربين وفي انتظار ان الجهات الحكومية تنصف هاد الفلاح بانها تمكنوا من الولوج الاسواق عبر مجموعة ديال الطرق في مقدمتها الرقمانة وخا الفلاح الفلاحة مساكن راه الله يحسن عوانهم ما قارين شي كاين فيهم اللي ما فاهم تقول له الرقمانة كيقول لك شناهي هذا الرقمانة ولكن مع ذلك إلا أطرناهم يمكن نحميهم ومن خلالهم نحميو المستهلك في انتظار ذلك قلت شنو يمكن للمستهلك يعمل خص المستهلك يستهلك على قدره ما نخرجش انا للسوق والقماطيشه غاليه ونشريها الا ما عندي ما ندير بها ما نشريهاش إلا كانت ضروريه بالنسبه لي في واحد الطياب ما نشريش كيلو ما نص كيلو وما ينطبق على هاد مطيشه ينطبق على كاع المواد الغذائيه راه حنا كمستهلكين عندنا واحد السلاح مهم هو المقاطعه او شبه المقاطعه ملي اللي ليسانس اللي غالي والمازوت غالي علاش انا غنبقى نحتفظ على نفس لي دي والتحركات ديالي بالطوموبيل اللي كانوا شحال ننقص منهم نحرك رجليا شي شويه الى عندي شي دراجه هوائيه شي بشكلات في الدار نستعملها نشريها مزيانه ليا للرياضه ومزيانه نقتصد الفلوس وبالتالي غادي ينقص الطلب على قاعد هاد المواد وبالزمن الثمن ديالها غادي ينزل اذا حنا كمستهلكين عندنا واحد النصيب المسؤوليه والحكومه الدوائر المسؤوله عندها مسؤوليه كبيره خصوصا 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 في محاربه المضاربين حيت هاد المضاربين كاينين كنعرفوهم كنشوفوهم, كنشوفوهم كنشوفو تصرفاتهم كيربحوا الفلوس كثيره وما كيخلصوش عليها الضرائب جالسين في القهاوي وكيستعملوا التليفونات ديالهم وكيدخلوا الملايين وما كيخلصوا عليها حتى شي ريال في الضريبه و خلصوا اقصى ما كيخلصوا هو انهم كيعشروا على هذيك السلعه اللي كيدخلوا للمارشي الا ديكلاراوها كلها إلى ما كاين شي المتواطئين معاهم اللي كيبيع 10 طون وكيقيد ليه 4 طون وهذا الشيء راه معروف وكنعرفوه كلنا وما خصنا ما نخبيو فيه اذا راه جا الوقت اننا نفهموا باللي لبقينا طالقين العينه لهاد المضاربين راه حنا كنهدوا اخطر حاجه اللي هو السلم الاجتماعي تحياتي